بصراحة يعني الموضوع ده ما كنتش عايز اتكلم فيه، بس في ناس كتيرة كلمتني ان انا اتكلم في موضوع من باب الدل على الخير كفاعله. فيعني لو انت عندك مشكلة في الموضوع ده اسمع الفيديو، ما عندكش ما انصحكش تكمل الفيديو، يعني مش هيفيدك بحاجة. فموضوع العادة السرية او الشهوة يعني مرتبط بالهرمون التستوستيرون، واللي ما يعرفش هرمون التستوستيرون فهو هرمون الذكورة المسؤول مثلا عن يطلع لك دقن او صوتك يخشن او مثلا القوة الجسدية او مثلا البلوغ عموما، يعني فهو المسؤول عن الموضوع ده. فهو كل ما يزيد مستواه عموما في الجسم كل ما بيزيد رغبتك مثلا انك تسمع افلام اباحية او تمارس العادة او مثلا تستمنى. يعني اثناء ممارسة العادة في شوية هرمونات بيأثروا على العملية دي، مثلا يعني زي هرمون الادرينالين او النور ادرينالين اللي هو هرمون الضغوط او هرمون مقاومة الضغوط، وده بيفرز من الغدة الكظرية. الهرمون ده ليه دور كبير في استثارة العضو الذكري اثناء عملية القذف، لانه بياخد اكبر قدر ممكن من الجلوكوز الموجود في عضلات الجسم عموما، وبيحتاجها في اثناء القذف بالذات. فتحس بعد ما تخلص العملية دي تحس انك خملان وكسلان وكاره الدنيا باللي فيها ومش عايز تعمل اي حاجة، ممكن تقفل تليفونك، مش عايز تستخدم اي حاجه، كل اللي انت عايزه بس عايز تنام وخلاص. برضك مستوى هرمون الدوبامين بيزيد وبيرتفع، اللي هو هرمون المتعه او الاحساس بالسعاده. يعني انك لما تاكل شوكولاته الدوبامين بيرتفع، تضحك برضك الدوبامين يرتفع، بتمارس العاده مثلا او العلاقه الجنسيه مثلا الدوبامين برضك بيرتفع، فيؤدي لارتفاع هرمون تاني اسمه السيرتونين. السيرتونين ده هو المصدر الاساسي المسؤول عن السعاده في جسم الانسان. بس بعد فترة معينة بعد ما تخلص موضوع العادة السرية يعني وتقذف وكل حاجة تخلص، كل الهرمونات دي بتنزل في الخفض تاني، فترجع بقى مكتئب، ما عندكش أي حاجة عايز تعملها، كل اللي أنت عايز تعمله عايز تنام وترتاح. بعد ما عملية القص تتم بيزيد عندك هرمون البرولاكتين. هرمون البرولاكتين ده هو الهرمون المسؤول عن نزول اللبن في الإناث، يعني هو المسؤول عن الرضاعة. فبالتالي هيزيد عندك برضك هرمون الاستروجين اللي هو ايه زي التستوستيرون عندنا كده في الذكور، هم الناس عندهم استروجين مسؤول عن اظهار عمليات البلوغ الثانويه في الاناث. طب انت هتقول لي يا عم انا ذكر، احنا الذكور حتى فيهم استروجين وبرولاكتين؟ ايوه اقول لك موجودين فيه بس بكميه ضئيله، زي الاناث برضك فيهم تستوستيرون بكميه ضئيله. احب اقول لك ان الانسان عموما الناس كلها عموما يعني في المرحلة الجنينية كلنا عبارة عن إناث، مفيش ذكور دلوقتي. في حاجة اسمها موليريان داكت اللي هي قناة مولر، ودي خاصة بالذكور، وفي حاجة تانية اسمها وولف داكت اللي هي قناة وولف، دي خاصة بالإناث. لو الحيوان المنوي اللي لقح البويضة عبارة عن اكس اكس يبقى كده قناة وولف ديت هتنازل زي ما هي، يعني في الأساس عموما قناة وولف اللي بتكون موجودة في الجنين سواء كان هيبقى ذكر أو هيبقى أنثى. لو هيبقى ذكر التستوستيرون هيجي يبدل قناة وولف ديت بيخليها قناة مولر، يبقى كده انت خلاص التركيب بتاعك هيبقى ذكر. لذلك تلاحظ مثلا في الخصية تحس انها ايه مدورة كده وتحس انها متخيطة، فهو ده اصلا كان رحم مفتوح، بعدين اول ما جه التستوستيرون في قناة وولف حولها لقناة مولر فقفلت، فهو ده السبب اللي تحس ان الخصية تحس انها متخيطة. يعني بعيدا يعني عن موضوع عشان بس ما نخرجش عنه، البرولاكتين والاستروجين لما يرتفعوا عندك قدرة جسمك انه يخزن دهون بتبقى عالية، وقدرة جسمك انه يتخلص من الدهون بتبقى قليلة، فتحس انك في ترهلات كده والدنيا بايظة عندك، وقدرتك على انك تهضم الاكل برضك قليلة جدا، يعني ايه الاكل ما بيتهضمش عندك بصورة كويسة، فتيجي تلعب تحس انك خملان ومش قادر ترفع مثلا تلعب ضغط او تلعب عقلة زي ما كنت بتلعب. مفيش ملخص يعني قدرة جسمك ان هو يتخلص من الدهون ويمتصها بتبقى قليلة جدا بسبب زيادة الاستروجين والبرولاكتين، في حين انك لما تكون طبيعي يعني مثلا مش بتعمل حاجة زي كده السائل المنوي بيمتص معظم الاملاح والمعادن الموجودة في الجسم اللي العضلات بتحتاجها، فبيساعدك انك تكون كتلة عضلية بشكل اكبر، تتخلص من الدهون بشكل اسرع، وهضم الدهون عندك يبقى سريع مش يبقى بطيء زي مثلا لما المستوى الاستروجين والبرولاكتين يزيدوا. السبب الرئيسي اللي بيخلي واحد مثلا يمارس العادة او انه
اسم افلام اباحيه بكثره مثلا، اخدت جسمك على مستوى معين من الدوبامين اللي هو مستوى عالي جدا من الدوبامين، فانت مش عارف تدخل تظبط نسبه الدوبامين دي في جسمك تاني الا ايه، الا انك تمارس العاده وتسمع افلام اباحيه. فانت ممكن الحل بقى انك ايه، تحاول تعوض الدوبامين دي اللي بتاخده من ممارسه العاده مثلا، تتعوضه بحاجه تانية. في حاجات كتيره قوي ممكن تعوضه بيها، ممكن تلعب رياضه. ممكن تقول لي يا عم انا ماليش دعوه في الرياضه ومش بحب الرياضه والشغل عزيز ان شاء الله باظ اللي انت بتعمله ده، فيا عم ممكن مثلا تقرا كتاب، تقرا قران، تعلم لغه، تشوف مثلا كم واحد صاحبك تتعلمه لغه مثلا. فممكن مثلا اديك مفتاح، يعني انا مثلا اتعلمت مشيت شويه في الروسي ومشيت شويه في الهندي، فمثلا لو هنتكلم هندي يعني نمستي ميرا نام مومن هي ابس ميلتر خوش هوي ابقى نام كيا هي، وفي ناس تانية تقول كيا نام هي تمارا ماف كيجي بهوت بهوت شكريات هي ري كيا تونغرنا هي అమ్మ నాన్న అక్క చెల్లి అన్న తమ్మి చిన్న పెద్ద ఇరుగు పొరుగు ఊరు వాడ నా అనుకున్న వాళ్ళందరూ నా వెనక్కి రండి, నా అన్నని చంపుదాం అనుకున్నోళ్ళు మాత్రం దమ్ముంటే నా కొడకల్లారా నా కళ్ళ ముందొచ్చాగండి రండి. هنتكلم روسي هنقول زدراس فيتي كاك ديلا كاك فازافوت откуда вы чем занимаешься сколько стоит хотел бы вы сходить бежнат в кафе или ресторан. Я учу русский язык самостоятельно 102 года, а вы приятно познакомиться, рад вас видеть, пока пока. ممكن مثلا تحاول تطلع على ثقافات غيرك، مثلا انا ذات نفسي يعني بيعجبنا ورأس الهنود في الحركات وال تكات وكده، فنفسي مثلا اتعلمهم مثلا، فبحاول مثلا ان انا اشوفهم بيعملوا كده ازاي. تعمل زي بديك مفتاح اقول لك في حاجات كتيره قوي ممكن تعملها، تطلع بره مود الافلام الاباحيه مثلا او ممارسه العاده وكده، في حاجات كتيره قوي. كل الموضوع ما تسيبش نفسك كده وخلاص، ايه سبهلله اديني زي ما تيجي، اصحى الصبح اعمل ايه، حاجه بالليل اعمل ايه، لا ظبط نفسك مواعيد كده، ظبط وقتك الفاضي. مثلا ايه الصبح هلعب رياضة، هاجي مثلا الظهر نقرا كتاب، العصر مثلا نطلع شوية نلعب مع اصحابنا، نيجي بالليل مثلا نتعلم لغة، اخر النهار مثلا نسمع فيلم ولا اي حاجة. شوف انت هتعمل ايه، ظبط يومك مثلا ايه، مشي على نظام معين، مش لازم جدول وبتاع، بس انت بس مع نفسك كده، انا هعمل ايه النهاردة، هعمل ايه بكرة، هعمل ايه بعده. كل ما تسيب نفسك فاضي مثلا مفيش حاجة بتعملها، فطبيعي يجيلك اكتئاب وتزهق من القعدة، فهتمسك الموبايل وتروح تدور على الأفلام الإباحية وكده معملناش حاجة. فأنت طول ما أنت شاغل نفسك بحاجة عمر ما يجيلك فكرة إنك مثلا تخش تسمع أفلام إباحية، هيجيلك منين يعني؟ أنا بعمل حاجة مفيدة، إيه اللي دخلني مثلا في حاجة زي كده؟ حاول على قد ما تقدر إنك تبعد مثلا عن إنك تبقى لوحدك، أو مثلا تروح تنام على السرير وأنت مش عايز تنام، أنت هتنام على السرير وأنت مخمود مقتول مفيش حاجة، خلاص الواحد خلصان وعايز ينام. مثلا شوف لك صحبة كويسة أمشي معاها، الصحبة لها موضوع دور كبير أوي في الموضوع ده. كل ما يكون صحابك مثلا كويسين ومحترمين مش هيكلموك في حاجة زي ديت، أو هتشوفوا حاجات مفيدة تعملوها، تلعبوا كورة، تخرجوا مع بعض خروجة بتاع، فالصحبة لها دور كبير برضك في الموضوع ده. تشوف لك هواية تعملها مثلا، المهم ما تسيبش نفسك فاضي. ما من الآخر يعني، شوف لك شغلانة، اعمل لك أي حاجة مفيدة. شوف فين كل واحد بيختلف عن التاني يعني، مش شرط يعني، مش كل مثلا اللي قاعد لوحده ده في حاجة، لأ أنا مثلا مش بحب أطلع برا كتير وبتاع، بس في حاجات تانية أعملها مثلا، أقعد ألعب رياضة، أتعلم حاجة مفيدة أعملها، في حاجات تانية شغلاني مثلا. الموضوع مش كل الناس زي بعضها يعني، مش كله مثلا يحب الرياضة. صراحة يعني الرياضة فرقت في حياتي كتير يعني، هي ظبطت الدنيا خالص يعني، خلت الواحد مش محتاج ان هو مثلا في حاجة زي دي كده خالص، يسمع افلام اباحية ولا ايه الكلام ده. انت حبيت الرياضة على فكرة عمرك ما تسيبها، فهي بتأثر في الواحد جامد يعني، بس انت بس يبدأ في الموضوع يفرق معاك.
من رأيي أنا الشخصي، الناس بتوع الأفلام الإباحية الممثلين دول عندهم نقص، يعني كل اللي عايزه فلوس وشهرة وخلاص من أي طريقة كان، ما عندوش موهبة، ما عندوش هواية، مش عارف يفيد الناس، ما عندوش حاجة مفيدة أساسا، يعني هو في الفاضي. إيه الصعب في مثلا إنك تقلع هدومك وتعمل اللي بيعملوه ده؟ عادي أي حد ممكن يعمل كده. إيه الحلو في كده؟ إيه الحوار في كده يعني؟ إيه الموهبة في كده ولا إيه الشهرة في كده؟ ولا حاجة. فأنت ممكن، أنت ممكن تبقى أحسن من الناس دي بكتير، أنت أساسا أحسن منهم من غير حاجة، بس إيه، حاول تشوف حاجة تفيد بيها الناس، أي حاجة، أو تفيد بيها نفسك يا عم. فيد نفسك الأول، هتلاقي بعد كده تفيد نفسك وتفيد غيرك. وحط في بالك على طول، إيه اللي أنا بستفيده من إن أنا أسمع فيلم إباحي؟ ولا حاجة. الناس ولاد الكلب اللي بيعملوا الحاجات دي بيستفيدوا، بياخدوا فلوس، كلها شغل تمثيل في تمثيل، ويطلع ميتينهم ويعملوا عمليات تجميل وبتاع. فانت اللي انت بتشوفه ده مش حقيقي، يعني مش مفيش انسان في الطبيعه كده، ما بيعملوش حاجه، يعني هو ما عندوش حاجه مفيده يعملها في حياته، يعني عندوش هوايه، مش مفيد، مش عارف يعمل حاجه. طب ممكن حد يسأل ليه يعني اللي متجوز مش بيجيله موضوع الاكتئاب ولا بيقع عليه اي اضرار زي اللي بيمارس العاده؟ اقول لك يا سيدي، اثناء الجماع فيه هرمون اسمه الاكسيتوسين، الاكسيتوسين ده بيفرز اثناء الجماع فقط. الهرمون ده ليه دور فعل تكاملي وتآزري مع الثلاث هرمونات اللي احنا قلنا عليهم قبل كده، اللي هو الادرينالين والدوبامين والسيرتونين، ليه دور فعل معاهم تكاملي وتآزري، فبيخلي الثلاث هرمونات دول مستواهم موجودين باستمرار، بيحافظ على مستواهم ان هما ما يقلوش. الهرمون ده هو السبب في ان الشخص المتزوج مش بيشعر باكتئاب مثلا او بذنب بعد الجماع يعني. فالموضوع كله بيتلخص في انك بتحافظ على مستوى التستوستيرون عندك على مستوى طبيعي. جسمك بياخد مؤشر ان انت مثلا كل يومين كل 3 ايام محتاج حيوانات منوية، فالجسم بيوفرها لك. فانت لو قطعت الموضوع ده، الجسم هياخد على المعدل الطبيعي من التستوستيرون في الدم، فهتلاقي ان المعدل طبيعي، فهتلاقي نفسك عادي يعني ايه كل فين وفين عم تشعر مثلا بانك عايز تمارس العادة. فممكن تتغلب على الموضوع ده بالحاجات اللي احنا قلناها قبل كده. عملوا دراسة سنة 2003 على 15 شخص كانوا بيمارسوا العادة يعني، ومنعوهم من ممارسة العادة لمدة أسبوع، فبعد أسبوع لقوا إن معدل الحيوانات المنوية زادت بنسبة 147%. في اليوم الثامن بدأ المعدل يقل يقل، طبعا التستوستيرون هيقل في الجسم وتركيزه هيقل في الجسم، فهي موضوع نسبة وتناسب بين إنك مثلا إيه بتأخد جسمك على معدل معين من الهرمون في التستوستيرون في جسمك، فجسمك بياخد على كده فبمشي معاك على كده. فانت كل ما بعدت فترة، كل ما هرمون بقى عندك مع مستواه الطبيعي في جسمك عادي ماشي، فمش محتاج كل شوية انك تروح تسمع افلام اباحية وكده يعني. خلينا نكون متفقين ان ملهاش اي فايدة غير حاجة واحدة بس، الناس اللي عندهم مثلا مشاكل في الخصية، اللي عنده دوال الخصيتين ولا حاجة، الدكتور بيوصف له ان هو بس يمارس العادة دي، فهو بس بيبقى تحت اشراف دكتور ان هو يقول له مارس العادة او ما تمارسش. دي الفايدة الوحيدة اللي فيها يعني، لو واحد عنده مريض بأي مرض ولا حاجة، عنده دوال الخصية ولا حاجة، يروح لدكتور، الدكتور بيطلب منه انه يمارس العادة يعني، غير كده ملهاش اي فايدة. بس كده يعني، يا رب بس يكون الموضوع عجبكم، ولو عجبك الكلام مثلا حابب مثلا ان انا انزل حاجه جديده عن كده مثلا، اكتب لي في التعليق او اشترك في القناه مثلا وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.